أن تكون هناك حضارة بارزة في المنطقة ماذا وليس ماذا حضارة ماذا عن غير إيران؟ يعني نحن تحدثنا عن إيران وكوريا الشمالية، ماذا عن غير إيران وكوريا الشمالية؟ يعني معروف بالحرب الباردة وسباق التسلح النووي بين الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الآن والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وجود السلاح النووي الأمريكي في أوروبا. يعني كل هذا السباق التسلحي، ألا ترى بأنه يشكل خطرا على الأمن وعلى السلم العالميين طالما هو موجود في أيدي أيضا أعداء للولايات المتحدة الأمريكية أيديولوجيا؟ لا أظن أنه يهدد أي إنسان، لأن أمريكا لا تهدد بأي بلد بفناء أي بلد آخر. كما قلت لك، أمريكا عندها مصالحها، وأمريكا تريد أن تفرض السلام على الذين لا يريدون السلام عن طريق القوة، عن طريق استخدام أو معرفة الطرف الآخر أنها تستطيع بقوتها أن تفرض السلام، وهذا شيء واقع. يعني لا أريد أن ألعب على الكلمات وأقول أشياء غير يعني دبلوماسية ولا شيء، هذا شيء واقع والجميع يعرفه. ولكن بنفس الوقت نحن يجب علينا كحضارة كمسلمين أن نرى أنفسنا أين نحن، وليس نرى عيوب أمريكا الماضية وما حصل في اليابان. على فكرة، ما حصل في اليابان، أمريكا بنت اليابان، ما حصل في ألمانيا، خربت دريسدن ألمانيا أمريكا، وبنت أمريكا. يعني تقتل القتيل وبتمشي بجناسه، الألمان، ولذلك تقتل القتيل وبتمشي بجناسه. يعني أمريكا يعني هذا هو التفسير. يعني أمريكا لا تريد لنا سوء أمريكا. طيب لو سمحت لي سيد حسيني، أعود إلى مسألة لو سمحت لي، مسألة استثناء إيران وكوريا الشمالية. هل ترى بأن الولايات المتحدة قادرة على 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 شن حرب نووية، على توجيه ضربة نووية إلى إيران وكوريا الشمالية إذا أرادت، أم هو في إطار التهويل والضغط؟ أنا برأيي حتى هذا هي عاجزة عنه، هي تهول علينا حتى تفرض علينا سيادتها، وهذا لن يحصل. وبالمناسبة الأمر ليس قديما، ليس اليابان، حتى هذه اللحظة هي تستخدم نفس المنطق مع الأفغان، تستخدم نفس هذا المنطق في العراق، غوانتانامو وما حصل ويحصل في العراق يوميا، وما حصل ويحصل في أفغانستان، وما حصل ويحصل في الباكستان اليوم، تمزق الباكستانيين وتريد أن ترجعهم إلى الوراء قبل بناء الدولة الباكستانية. كل هذا ضمن هذه السياسة، ضمن هذه السياسة. لماذا استخدام يعني التلويح او التهديد بسلاح نووي؟ يعني لماذا هذه لغه جديده لم نعتدها من قبل؟ يا سيدي الفاضل، هؤلاء سيستخدمون هذه الطريقه حتى مع الدول الحليفه لهم. كلنا يتذكر كولن باول ماذا قال عن اوروبا عندما خالفت الولايات المتحده الامريكيه في غزو العراق. قال هذه اوروبا العجوز، يجب ان تسحب رايها من هذه الخارطه، نحن من يقرر السلم العالمي والاستقرار العالمي. إذا كانت أمريكا مهددة من شيء فالعالم كله مهدد، وإذا كانت غير مهددة فالعالم كله مستقر، وهي تخلق التهديد الكاذب والمزاعم الكاذبة، وبعد ذلك بعد مرور 10 سنوات تقول والله أسفا ما حصل هو كان شيء طيب أننا غيرنا النظام في بغداد، ولكن بمليون قتيل و4 ملايين أرملة وملايين من المهجرين خارج العراق وكذا، وبناء على مزاعم كاذبة أن هناك أسلحة دمار شامل موجودة في العراق، اكتشف العالم بعد ذلك وهم كانوا يعرفون، واكتشف العالم أنهم كانوا يكذبون وأنهم متورطون في هذا الكذب مع مخابرات دول أجنبية أخرى يعني ساهمت معهم في هذه الكذبة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية ليس صحيح أنها تريد أن تنشر السلام، ليس صحيح أنها تريد أن تنشر الديمقراطية التي يبحث عنها زميلنا في واشنطن بالباراشوت، كيف يستطيع أن ينقلها إلى بلدان في هذه المنطقة. هي تبحث عن مصالحها المادية المباشرة، كيف تدافع عنها حتى لو تم تدمير العالم كله من أجل أن يبقى أمريكي واحد يعيش فوق أرض مغتصبة هي للهنود الحمر، أصحاب 400 أمة دفنوها تحت التراب، والآن تحفر في أي مكان في واشنطن تستطيع أن ترى جماجم الهنود الحمر هناك، حتى تحت البيت الأبيض حفروا قبل مدة آثار ووجدوا هذه الآثار وطمروها لأنها تعود إلى أمة حضارية كبيرة قبل هذه الأمة. الترسانة النووية الأمريكية هي لهذه الأهداف، هذه وثائق الكونغرس كشفها عالم سوري
مهم جدا اسمه الدكتور منير العكش، اخرجها من الكونغرس الامريكي وليست ادعاءات. طيب تفضل سيد غدري. يعني اذا بدنا نحكي بهالطريقه هيدي بقدر احكي عن الالاف الناس المفقودين في ايران والمدفونين في ايران، نقدر نحكي عن امور كثيره. كل بلد بيعمل اغلاط سيد محمد، ولكن المهم اليوم ان نرى الحاضر، افناء امم، ان يكون مستقبلنا. افناء امم، قتل امرئ، قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر، وقتل شعب امن مساله فيها نظر. عيب عليك يا زلمه، امريكا من 40 سنه لم تسمح، امريكا من 40 سنه لم تسمح الى 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 شخص امريكي اسود من افريقي ان يدخل مطعم، واليوم عندنا رئيس امريكي من اسود من اصل افريقي. هناك حضاره تتقدم يا هذا ديكور، هناك شعب يريد دائما الشعب. طيب. عفوا يا اذا بدك تقطعني مش راح اقدر اكمل، بس بسرعه لذلك اريد ان انتهى الوقت يا استاذ، تفضل بسرعه. هو افضل انه ما تكفي، لانه ما ستقوله سيهز ضمير العرب والمسلمين وكلهم سينبذونك اكثر فاكثر. انت لا تنتمي الى هذه الامه. انا لا يهمني أنا اي اخ 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 انا لا يهمني انا لا يهمني من يفكر في انا يهمني شعبي، انا يهمني الاسلام المحتدي في المنطقه الذي تهيمن عليه اليوم فئات متطرفه من هنا ومن هنا ومن هنا. أشكرك وليس لنا اي دور في هذا في هذه المنطقه. اشكرك جدا من واشنطن. بخلاصه 30 ثانيه عندي فقط. السلاح النووي، العقيده الامريكيه الجديده النوويه، إلى أين وماذا يمكن أن نقيم بسرعة؟ عقلية الكاوبوي، عقلية الكاوبوي والواسب، الإنجلو سكسون البروتستانت الصهاينة الذين غزوا هذه الأرض الأمريكية الطاهرة وقضوا على 400 أمة، يحاولون أن يجربوا هذا الأمر مع منطقتنا، لكن منطقة التي نعيشها هي أمة عربية إسلامية صاحبة حضارة أكثر من 14 قرن إلى 15 قرن، سترفع رأسها وستطرد الأمريكيين والمحتليين، وسيعودون وترسانتهم من النووية ستتحول إلى خردة حديد يبيعوها في أسواق واشنطن ونيويورك. حسيني أشكرك جدا، كنت معي هنا، وأشكر سيد فريد الغابري كان معي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أمريكا والعالم الأسبوع المقبل مع موضوع جديد، إلى اللقاء.